إلى بورصة أسعار النفط أين سجل خام وبرنت القداس العالمي ارتفاعا بنسبة 2.13% حسب تعاملات اليوم مسجلا بذلك 104 دولارا للبرميل في حين بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98.62 للبرميل بعد دولارا للبرميل بعد ارتفاعه ب 2.28% هذا وسجل برميل صحاري بلند الجزائري ارتفاعا بثلاثة 3.39% بالمئة ليبلغ 117.77 وسبعة عشر سبعة دولارا للبرميل.